الأخوة والأخوات الزملاء الصحفيين والإعلاميين، شرفنا أن نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي التوعوي الخاص بمناسبة اليوم العالمي للسكري لهذا العام، تحت شعار ألم وأمل، الذي تقيمه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بفرع محافظة جدة بالتعاون مع شركة فايزر السعودية، الذي نتشرف فيه باستضافة قمتين طبيتين كبيرتين في مجال أمراض السكري والغدد الصماء، وهما سعادة الدكتور سعود السفري استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفيات القوات المسلحة بالهدى والطائف نائب رئيس الجمعية السعودية للسكري، وسعادة الدكتور فهد سليمان السبعان مدير مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى قوى الأمن بالرياض. في هذه الأمسية التوعوية التي نتشرف فيها باستضافة الدكتورين لتقديم بعض العبارات والكلمات والعبارات التوعوية المناسبة بهذه المناسبة لتصل عن طريقكم الزملاء والزميلات الإعلاميين والصحفيين إلى الأفراد وشرائح المجتمع المختلفة. في البداية سنكون مع المحاضرة الأولى لسعادة الدكتور سعود السفري، والتي ستكون بعنوان مخاوف مرضى السكري وأهم التطورات والتحديثات المتعلقة بعلاج هذا المرض. الآن سنكون مع المحاضرة ونستمع معا إلى سعادة الدكتور سعود. نبدأ بالمحاضرة الآن. أيوه، نكبر الشاشة. تفضل دكتور سعود. لا، هذه محاضرة الدكتور فهد السبعان، لا، نبغى محاضرة الدكتور سعود. السلام عليكم ورحمة الله. هذه فرصة طيبة، شكرا جزيلا أستاذ حسن لحد ما يجهزوا المحاضرة. أتشرف أني أكون معكم في يوم فعلا دائما نستهدف منه التثقيف والتوعية لكافة أفراد المجتمع حول مرض ينتشر في المجتمع بشكل كبير. أعتقد اليوم العالمي للسكر ربما يكون أحد المناسبات الهامة لرفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع. إذا كانت المحاضرة جاهزة فبإمكاننا نبدأ الآن. نعم، الآن تحضر المحاضرة، يجهزوها ويحطوها طيب، وتكتب المحاضرة على طول. بإذن الله. شكرا جزيلا لتشريف الحضور، وأتمنى إن شاء الله أن يكون فيها معلومات مفيدة، والهدف دائما هو زي ما قلنا احنا رفع مستوى الوعي لدى كافة فرائد المجتمع، بحيث انه يكون ان شاء الله تصل الصورة بشكل واضح. فدائما احنا في السكري نتكلم عن ألم، والألم اللي يعيشه المريض ومن يهتم بهذا المريض، وكذلك هدفنا هو بث الأمل لدى هؤلاء الفئة من المجتمع، ومنع مشاركة الآخرين في مثل هذا الألم. في البداية راح أتكلم، تفضل أستاذ حسن، راح أتكلم عن مقدمة بسيطة جدا، ثم أهم التحديثات في مرض السكري. لو نقدر نروح للشريحة الثانية. الشريحة الثانية يا عبد الرحمن، على طول طيب، هي معك. ظاهرة عندكم؟ لا، ما هي واضحة عندنا الشريحة الثانية، شريحة قريبة ثانية. ظاهرة عندك ما هي ظاهرة عندنا. كذا، ايوه تمام. طيب، بس للأسف ما هي... أيوه بس بطيئة جدا. طيب خلاص أوكي، طيب الشريحة فاحنا هنا صغيرة يا سعود.
ها؟ كبر 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 الشريحة، الفيديو. الشريحة صايرة سمول. صحيح، صفحة. كبر الشاشة يا عبد الرحمن. ظاهرة الآن. اي طيب بس خلها على سلايد شو. كبر الشاشة، ظاهرة بس مو طيب كبيرة. يا ريت بس لو نكبرها وتكون على شكل عرض بحيث انها تكون اوضح. غريبة عندي كبيرة. أنا طيب مستغرب إنه ما هي ظاهرة عندنا، ظاهرة عندهم بالشاشة وعندنا مو ظاهرة. طيب إذا حبيتوا هي فيها المعلومات الأساسية، وإذا حبيتوا احنا نتكلم عنها طبعا كده حتى فبإمكاننا. ممكن نرسلها، إذا حبيت ممكن نرسلها للزملاء الصحفيين تمام، عشان ياخذوا فاحنا هنا منها. بالضبط، فاحنا هذه في الدقائق المعدودة هذه راح نتكلم عن أهمية داء السكري والوعي فيه، كذلك مضاعفات السكري وأهم التحديثات في مراقبة مستوى السكري، أو كذلك إدارة داء السكري، لأنه الآن احنا نتحدث عن إدارة لداء السكري، فلذلك هذه من الأشياء المهمة، وكذلك نوعية حياة مريض السكري كيف ممكن تتأثر. إذا ممكن نروح للشريحة اللي بعدها. تمام. طيب، فإحنا دائما نواجه تحدي كبير في ظهور حالات السكري، حيث أنه إحنا المملكة العربية السعودية وكذلك منطقة الخليج العربي تعاني من ارتفاع هائل في إحصائيات الإصابة بهذا المرض، ودائما نحن مطلوب منا كمختصين وأفراد مجتمع أنه تكاتف جهودنا للوقاية والسيطرة على هذا الداء. دائما إحنا نقول ليس السكري ليس فقط اضطراب في مستوى السكر، بل هو تحدي يواجه كافة المجتمعات، كذلك الاقتصاد والصحة النفسية. لذلك هذا المرض يعتبر واحد من أهم الأسباب الرئيسية في المضاعفات الخطيرة اللي ربما تصل لا قدر الله إلى الإعاقة أو الوفاة. ممكن نروح الشريحة اللي بعدها. الشريحة اللي بعدها نتحدث عن مضاعفات داء السكري، وهذا دائما احنا نقول داء السكري يستطيع أن يصل إلى أي جزء من أجزاء الجسم، فلك أن تتخيل يعني من الرأس إلى القدم، كل هذه ممكن تتأثر بداء السكري نتيجة لعدم السيطرة، نتيجة لعدم السيطرة عليه. من أهم المضاعفات القاتلة ربما تكون مضاعفات القلب والأوعية والأوردة الدموية، كذلك الاعتلال الكلوي اللي ربما يؤدي لا قدر الله إلى الغسيل الكلوي، كذلك الاعتلال العصبي نتيجة لداء السكري، وهذا دائما يكون يسبب في مشاكل سواء إما في الهضم أو الأعضاء الجنسية أو كذلك الأطراف، كذلك ربما يؤثر على العيون والبصر، وهذا ربما يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري، وقد لا قدر الله قد يصل إلى فقدان البصر. نروح اللي بعدها. من اللي بعدها أهم شيء الجلدية. طيب، ويمثل هذا نسبة كبيرة دائما للعدوى البكتيرية والفطرية اللي ربما تصيب، كذلك الأسنان واللثة، تتكلم عن مشاكل القدمين، التأثيرات النفسية، وهذه منها من أهم أشياء القلق والاكتئاب والاضطرابات اللي تصيب الناس. المضاعفات اللي ربما تصاحب سكر الحمل، هذه ربما مضاعفات تتأثر على الأم أو كذلك على الجنين. طيب، نروح اللي بعدها. ممتاز. ولله الحمد في السنوات الأخيرة شهدت يعني علاج ناس السكري كثيرة مشاركة. شهد معلش دكتور سعود الأخوان تحديثات. لو سمحتوا تقفلوا المايكات لو سمحتوا. نصب الصفراء. المايكات بس. أيوه. المايكات لو سمحتوا تقفلوها. طيب. تمام. احنا الآن نتكلم في السنوات الأخيرة إنه ولله الحمد هذا أعطانا تطور كبير في إدارة مرض السكري، وهذا جزء منه دائما يتعلق محمد بمراقبة حلمي مستوى السكري. المايك لو سمحت. تمام. بس أوكي. طيب، فعشان كذا احنا نتكلم الآن عن تقدم تكنولوجي كبير في مستوى قياس السكري في الدم، وهذا دائما يؤثر ودائما له أفضليات. الآن احنا نتكلم مثلا
عن مراقبة نظام مراقبة السكري المستمر خلال 24 ساعة. ممكن تفتح المايكات لو سمحتوا؟ المايكات يا اخوان. ان انا عرفت مجلس خبر طبعا. اعتقد الادمنستريتور كان بوت everybody اون ميوت. طلعوا الاخ محمد، لا الاخ محمد حلمي. كلهم ايوه حطوا ميوت. ايوه طيب طيب نرجع. يا عبد الرحمن، نرجع للمحاضرة. طيب فعشان كذا دائما احنا نقول من الاشياء والتطورات الكبيره ولله الحمد مستوى مراقبه السكري، وهذا اللي يتم على شكل مستمر، وهذا يعطينا دائما معلومات فوريه عن مستوى السكر في الدم، وهذا يؤدي الى اتخاذ الخطوات والتعديلات المناسبه في العلاج بالشكل المناسب في الوقت المناسب. من اهم الاشياء كذلك مضخات الانسولين المتطوره. الان احنا نتحدث عن الانسولين، مضخات متطورة جدا وحديثة ثنائية متكاملة مع أنظمة بحيث أنها تقدر تقيس السكر وكذلك ضخ الإنسولين في نفس الوقت بناء على مستوى الجلوكوز في الدم. الإرسال، والإرسال هذا أصبح الآن واحدة من أهم المميزات، بحيث أنه إذا كان في طفل أو شخص يهتم به الآخرين بإمكانه إرسال معلومات السكري للآخرين، سواء الفريق الطبي أو الأشخاص متابعين له، بحيث انهم يقدروا يتابعوا. نشوف اللي بعدها. اللي بعدها عبد الرحمن. تمام. الان من اهم الاشياء اللي هي الابر الذكيه واقلام الانسولين الذكيه، اللي الان تتمتع بميزات كالجرعات الدقيقه وكذلك تسجيل وقت وحجم الجرعات. لانه احنا من الاشياء اللي دائما نواجهها في حياتنا انه المريض يقول ما اتذكر أخذتها أو لا، لكن هذا يعطينا قياس متى أخذها وكم الجرعة اللي أخذها، هل هي نفس الجرعة ولا لا؟ الآن أجهزة قياس السكر بدون وخز، اللي هي عبارة عن لصقة، يتم لصقها ثم تمرير المجس عليها بدون وخز بدون إبر، وهذا ولله الحمد بدون ألم. تطبيقات الهاتف المحمول والبرمجيات اللي الآن أصبحت تساعد المرضى في تتبع مستويات السكر واتخاذ القرار المناسب بناء على توصيات الفريق الطبي المعالج. طيب لو نشوف اللي بعدها. طيب الآن ولله الحمد لأول مرة نتكلم عن إنسولين يعطى مرة واحدة في الأسبوع، وهذا أصبح ولله الحمد قاب قوسين أو أدنى، يعني إحنا نتكلم ربما في السنة القادمة أو نهاية السنة اللي بعدها راح نشوف السكر اللي يعطى مرة واحدة في الإنسولين، وهذا يعتبر من أفضل من أفضل الإنسولينات في تنظيم مستوى السكر، بحيث أنه يعطى كل أسبوع، وهذا يتيح راحة للمرضى بدون الحاجة إلى أخذ الإبر بشكل يومي. وكذلك حتى آثارها الجانبية اللي حد الآن في كل الدراسات أثبتت إنها أقل من الإنسولين اللي يعطى بشكل يومي. طيب نشوف اللي بعده. الآن نتحدث عن أشباه الجلوكاجون. أشباه الجلوكاجون هذا عبارة عن هرمونات تفرز من الجهاز الهضمي وهدفها استفزاز البنكرياس بحيث يفرز إنسولين أكثر، وكذلك تقليص حجم المعدة، وكذلك مركز الشبع في الدماغ. فهذه الآن كلها أعطت تقدم كبير في علاج السكري، بحيث أنه يؤدي إلى تخفيض مستويات السكر بدون تسبب في هبوط حاد للسكري. وكذلك أثبتت الدراسات في بعض الأدوية من هذه أنها تقلل نسبة التجلط سواء الدماغي أو القلبي، وكذلك تحسين مستوى عمل الكلى، وهذه ولله الحمد تعتبر ممتازة. الآن احنا نتحدث في الجيل الثاني أو الثالث من الجي ال بي 1، وهذه كلها الآن أصبحت تعطى إما بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، وهذا أدى إلى أن نوصل إلى تركيبة أفضل بحيث أنها تعطى على الأقل الآن بشكل أسبوعي. طيب نروح للسلايد اللي بعده اللي هو تقريبا آخر حاجة. هنا نتحدث عن نوعية الحياة لمرضى السكري، لأنه دائما تخيل مريض يحقن نفسه 4 مرات إلى 5 مرات بالإبر يوميا، ابر الانسولين، وكذلك مطلوب منه يقيس مستوى السكر عن طريق الوخز بالابر 5 الى 6 مرات يوميا،
مطلوب منهم مراقبة أكله، مراقبة كذا، مراقبة الحركة، كل هذه دائما تؤدي إلى تقليل نوعية وجودة حياة مريض السكري. لكن احنا نقول الآن بالسيطرة على مستويات السكر في الدم باستخدام هذه التقنيات الحديثة، ربما تؤدي إلى تحسين نوعية حياة المرضى، وكذلك تقلل من الأعراض الجانبية للأدوية والمضاعفات المحتملة لا قدر الله لهذا المرض. فإحنا دائما نسعى إلى تطوير هذه العوامل بحيث يتمتعون بنوعية حياة راقية جدا لمرضى السكري، ونتمنى الشفاء للجميع. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا. شكرا جزيلا دكتور سعود على هذه المحاضرة القيمة، شكرا على هذه الجرعة التوعوية اللي دائما يعني تتحفنا بها في موضوع يعني مرض السكري، وخصوصا في مناسبة زي مناسبة اليوم اللي هي مناسبة اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر من كل عام. الأخوة الزملاء والزميلات الإعلاميين، الآن نرحب بسعادة الدكتور فهد سليمان السبعان، والذي سوف يقدم لنا محاضرة أخرى بعنوان أهم الركائز في تقليل ومنع انتشار العدوى لدى مرضى السكري وأهمية اللقاحات الضرورية لهؤلاء المرضى. طبعا للتذكير، الدكتور فهد هو مدير مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى قوى الأمن بالرياض. تفضل دكتور فهد. السلام عليكم، عليكم السلام. سعيد أكون معكم اليوم، وشكرا لكم على الدعوة. طبعا مناسبة اليوم العالمي للسكر مثل ما تفضل الدكتور سعود، طبعا هو كل يوم أعتقد مهم لمرضى السكر، بس اليوم هذا يعني زي يقول لك تذكير فقط بأهمية متابعة مرضى السكر وعلاجهم. ما أدري الشرائح حقتي واضحة عندكم؟ الآن واضحة، هل هذه من عندك دكتور ولا من عندنا الآن؟ ما أدري، أنا أشوفها فتحتوها وأنا فتحتها عندي. طيب عبد الرحمن اطلع إذا حاضر. في الدكتور يشيرها معنا، تمام. خليها من عند الدكتور أفضل. ممكن أسوي شيرينج أنا يمكن. اتفضل إي. دكتور. شكلي انا اقدر اسوي كنترول عليها، بس مي طالع عندي انا، الشيرنج مو طالع عندي، ما اعرف ليه. فممكن انت تطلعها وانا بس اقراها من عندي، طيب انا اقدر اسيطر عليها، بس انت تطلعها على السكرين عندك طيب زي ما سويت مع الدكتور سعود. اوكي نعم، انا طبعا اليوم اتطرق الى اهم الركائز لرعاية مرضى السكري. طبعا هو السكري هو احدى الامراض الخطيرة اللي تصيب الإنسان إذا يجب عليك الالتزام بالخطة العلاجية على الدوام. هذا نصيحة لكل مريض سكر. رعاية داء السكري مسؤولية تدوم مدى الحياة، دائما مرض مزمن، فالمريض دائما ننصحه بأنه يتعاطى مع المرض ويكون جزء من حياته وبعد يكون عبء عليه. بتطرق صراحة إلى 10 استراتيجيات للوقاية من مضاعفات داء السكري. الالتزام طبعا معالجة داء السكري دائما لدى المريض، المريض هو الأساس في علاج داء السكري. الكل يعرف طبعا أن المريض يزور الطبيب في مدة 10 ربع ساعة ويمشي، يمكن يشوفه بعد 3 شهور 6 شهور. دائما ننصح المريض أنه هو الأساس في العلاج. طبعا من ضمن الاستراتيجيات ويركزون عليها تماما المريض السكري، إضافة لما ذكرت، هو الامتناع عن التدخين. أنا أعتقد نسبة التدخين عائلية عالية جدا في المجتمع، وبالذات عند مرضى السكر، لأنه التدخين يزيد من مضاعفات السكري. أوكي، طبعا يؤدي إلى طبعا صلب شرايين، انخفاض تدفق الدم في الساقين والقدمين، تسبب التهابات وطرق. طبعا إضافة إلى السكري مع التدخين أمراض القلب تزيد، السكتة الدماغية، مشاكل أمراض العيون، تلف الأعصاب، أمراض الكلى، وحتى الموت المبكر. احنا لا ننظر طبعا لمريض السكر كسكر فقط، وهذه طبعا نقطة مهمة جدا، لأن يعني المريض يجيك احيانا في العيادة
يتطرق الى مستوى السكر فقط. احنا ننظر الى امور اخرى، ودائما ننصح المريض الى الاهتمام فيها، التحكم في ضغط الدم، مستويات الكوليسترول، جدولة الفحوص الطبية. دائما نذكر المريض على أنه لازم يكون في جدول الفحوص الطبية، كشوفات البصر بشكل دوري، هذه كلها مهمة لمريض السكر. من ضمن الحاجات المهمة اللي هو تحديث التطعيمات. طبعا نعرف أن الداء السكري يزيد خطر الإصابة بأمراض محددة بأنواع عدوى، بما ذلك التهابات الجهاز التنفسي، المكورات الرئوية، كوفيد 19، الفيروس المخلوق التنفسي. فمريض مرضى السكر دائما أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، فمهم من مريض السكر يسأل طبيبه دائما عن لقاح الإنفلونزا. لقاح الإنفلونزا المريض السكري سنويا، هذه من الحاجات اللي ننصح فيها، اللي طبعا تقليل المضاعفات الحادة للإنفلونزا. المريض السكر دائما مرض السكر يسبب دائما نقص في المناعة، فأي التهابات قد تزيد من المضاعفات مقارنة بالناس اللي ليس لديهم أمراض، بالذات مرضى السكري. كذلك وليس فقط الإنفلونزا، الالتهابات الرئوية البكتيرية، فكذلك التطعيم مدة كل 5 سنوات، التهابات الكبد بالذات باء، لقاحات أخرى زي الكراز اللي مريض السكر يأخذه كل 10 سنوات، والأهم من ذلك طبعا أنتم عرفتوا فترة الكوفيد، فكذلك تطعيمات الكوفيد لمرضى السكري، وطبعا لناس كثير حتى غير المرضى في الفترة اللي أنتم شاهدتوها للكوفيد. لكن ما زلنا نصر على وننصح مرضى السكري أنه ما يعني عدم الهروب من موضوع تطعيمات الكوفيد وحتى ما قيل حولها، لأن مرض السكري من الأشخاص المعرضة لإصابة بمضاعفات خطيرة إذا أصيب بعدوى الكوفيد. فمن المهم طبعا اتباع خطوات لحماية أنفسهم، ودائما نقول اعرف وخطط وابدأ. اعرف إذا كنت أنت أو أي شخص في مجتمعك يعاني من مرض مزمن مثل السكري، خطط بسرعة لأخذ الإجراءات اللازمة إذا كنت تعاني من أحد أعراض كوفيد، ويفضل أخذ الفحص الذاتي للمعرفة إذا تمت الإصابة بكوفيد أو لا، وابدأ طبعا نشر التوعية واستشارة الطبيب. وكما يجب أن تبدأ بعلاج كوفيد حسب إرشادات طبعا وزارة الصحة. فالكوفيد زي أي أمراض أخرى للمريض السكري، مضاعفاته شديدة عند المريض السكري. من ضمن الاستراتيجيات اللي ننصح فيها المريض طبعا هو الحرص على العناية بالأسنان، لأنه يكون معرض كذلك التهابات الأسنان وتآكلها. العناية بالقدمين، وهذه من الحاجات المهمة للمريض السكر أن يعتني بقدميه، لأن وجود التقرحات في القدمين أو تشققات بعد ما يتعرض المريض السكر للالتهابات، وهذا لا سمح الله قد يؤدي إلى بتر طبعا القدمين أو حتى الساقين. موضوع الأسبرين، دائما مرضى السكر يسألون عنه. طبعا أخذ الأسبرين يكون دائما في حالة مريض السكر، ويكون عنده طبعا عوامل أخرى خطرة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا دائما بالاستشارة مع الطبيب إذا المريض يحتاج أخذ الأسبرين أو لا. طبعا إن شاء الله أن هذه ليست متواجدة بكثرة عندنا في مجتمعنا، لكن برضو مريض السكري يجب أن يتحاشى طبعا الكحوليات. والنقطة الأهم جدا في مرض السكري هي إدارة الإجهاد النفسي والبدني، فمهم انه يحصل على كميه كافيه من النوم، وعدم يعني التعرض للضغوطات لانها تؤدي طبعا لارتفاع السكر ومشاكله. في نهايه الكلام، الاهم من كل هذا، دائما مريض السكري صعب يكون ايجابيا. رعايه مرضى السكري تكون عند دائما يكون مريض ينوي القيام بما هو عليه عشان يكون مرضى السكر ليس عائقا، ويكون جزء من حياته، يعيش المريض السكر حياة نشطة وصحية، ويكون يعني دائما نقول انه اعتبر المريض السكر مرض مزمن يكون جزء من حياتك ولا يكون عائق او عبء عليك، وتعيش حياة سليمة ونشطة ان شاء الله. شكرا لكم للاستماع. شكرا جزيلا دكتور فهد السبعان على هذه المحاضرة القيمة ايضا، حقيقة ساعدنا اليوم من الدكتور سعود والدكتور فهد بهذه المعلومات القيمة والتوعوية عن مرض السكري والتعريفية بمخاطر هذا المرض وكيفية الوقاية منه. الآن اسمح لي دكتور سعود دكتور فهد
انه نكون مع الاخوه الزملاء الصحفيين والصحفيات، ناخذ منهم الاسئله ويجاوبوا عليها. انا حقيقه معنا زميلنا الدكتور عبد الحفيظ خوجة، المسؤول عن الصفحه الطبيه في الشرق الاوسط، صحيفه الشرق الاوسط، هو موجود معنا، بس للاسف يبدو انه النت عنده مش مظبوط من اسطنبول من تركيا، فهو مرسل سؤالين. ما ادري دكتور عبد الحفيظ اذا كنت تسمعني وتقدر تقدم اسئلتك، فتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. الصوت مسموع ويساعدنا ولا في مشكلة؟ جدا 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 مسموع. طيب سيدي، أولا أنا سعيد جدا، وحتى وإن كنت بعيد لكن القلوب عند بعضها، وخصوصا مع سادة متحدثين مرموقين زي الدكتور سعود السفري والدكتور فهد. هذا السبعات حقيقة أنا يعني استفدت كثير من الشيء اللي قال الآن، وكان عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أثني على من اختار العنوان لهذا الحدث، وهو ألم وأمل. الألم مفروغ منه ومعروف أن مريض السكري بيعاني من آلام كثيرة ومن مضاعفات المرض، خاصة إذا وصلت إلى الشرايين أو إلى الكلى أو إلى الأعصاب أو إلى الدماغ ومع يلي ذلك. ولكن الأمل يبقى. كيف نترجم دكتور سعود، دكتور فهد، كيف تترجمون كلمة الأمل لمرضى السكري الذين ينتظرون يعني علاجات جديدة، مستجدات جديدة تغنيهم عن شكة الإبرة على مدى السنين الطويلة؟ هذا السؤال الأول، وأنا أنتهز أني أطرح السؤال الثاني عشان لا ينقطع عندي الخط ولا النت يكون ضعيف. السؤال الثاني، طبعا إحنا عندنا الإنسولين بنستخدمه لأكثر من 100 عام لحد الآن، فمتى يأتي الوقت الذي نستطيع أن نقول له شكرا يا إنسولين ووداعا وكفى، وهنالك وسائل أخرى تكون يعني تساهم بعد 100 سنة من استخدام الإنسولين لاستخدام وسائل جديدة؟ شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأنا مستمتع جدا معكم. أتفضل. طيب إذا تسمحوا لي نبدأ مع الدكتور سعود وبعد كذا مع الدكتور فهد تراتبيا. تفضل شكرا دكتور سعود. جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لأخي وزميلي وحبيبي الدكتور عبد الحفيظ. هو فعلا الأمل دائما موجود، وإحنا نقول دائما باب الأمل مفتوح ويظل مفتوح بإذن الله. إحنا كنا نتكلم قبل 10 سنوات عن الإنسولين اللي يعطى مرة واحدة في اليوم، الآن نتحدث عن إنسولين يعطى مرة واحدة في الأسبوع. بإذن الله خلال السنة القادمة بحول الله نراه موجود ويستخدم بشكل آمن وفعال. النقطة الثانية، الآن إحنا نتحدث عن تقنيات حديثة جدا في علاج أمراض السكري، سواء المضخات الحديثة والذكية اللي تقدر تراقب السكر على مستوى ال 24 ساعة، وكذلك ضخ الإنسولين بالشكل المناسب على حسب مستوى السكري في الدم. فهذه تعتبر إحنا نسميها الكلوز لوب بومب، اللي هي الذكية أو مضخة الإنسولين الذكية، أو خلينا نقول البنكرياس الصناعي. الآن إحنا نتحدث عن مراقبة السكري عن طريق لصقة في الجلد، بحيث أنه يستطيع المريض أنه مجرد يمسحها يحصل على قراءات السكر مدى ال 24 ساعة. فأنا أقول بإذن الله الأمل موجود. الآن التكنولوجيا أصبحت متاحة جدا لهؤلاء، أنا ما أسميهم المرضى لكن أقول لهؤلاء الناس، لأنه دائما يجب أن نعاملهم بشكل طبيعي، لكن لابد من أخذ بعض الاحتياطات من ناحيتهم. بالنسبة للإنسولين، إحنا نقول الآن الإنسولين أصبح يعتبر جزء أساسي من علاج مرضى السكري، لأنه دائما إحنا نتكلم عن خلل أو نقص في الإنسولين، فلا بد من تعويضه. لكن هي الوسيلة أو الطريقة كيف تعويضه، كنا نتحدث عن إبر تعطى 2 و3 مرات في اليوم، ثم إبرة يوميا، الآن إبرة ربما إن شاء الله السنة القادمة إبرة أسبوعية، ربما بعد 5 أو 6 سنوات نرى حبوب الإنسولين.
وهنا راح يكون بإذن الله تطور كبير. أكيد زميلي وأستاذي الدكتور فهد عنده مزيد من الإضافة. شكرا يا سعود وشكرا للسائل. طبعا إضافة لما ذكر الدكتور سعود، التطورات اللي صارت، يمكن الدكتور سعود يذكر، نتكلم عن 20 سنة أو 15 سنة ما كنا نتكلم بالطريقة هذه، ما كان عندنا صراحة حتى أنواع الأنسولين كانت قوارير والمريض يسحب، والآن أقلام سهلة استخدام. هذه طبعا تعتبر من التطورات. أحلى الأمل ونتمنى طبعا أن يكون قريب، اللي هو طبعا التخلص من السكر نهائي بزراعة خلايا البنكرياس. هذه قد إن شاء الله بالذات للنوع الأول مرضى السكري، فنتمنى طبعا. يمكن سمعته يمكن بداية السنة والسنة اللي فاتت المريض اللي تم له زراعة الخلايا. في أدوية الآن نتكلم قريبا عن دواء يغني حتى عن استخراج الخلايا، هم اوريدي يستخرجون خلايا البنكرياس وتصير كأنه في دواء، لكن هذه طبعا توها في بداياتها. نتأمل أنه في السنوات القادمة تظهر على السطح وليس لها مشاكل وتريح مرضى السكر، ومؤكد أن هذا الأمل اللي نحضره. لكن في الوقت الحاضر مثل ما تفضل دكتور سعود، الطرق الآن والتكنولوجيا المستخدمة والتركيز دائما على التكنولوجيا لأن تريح المريض موجودة، فالأمل ما زال موجود بالنسبة للإخوان. ونتمنى في السنوات القادمة، العلم قاعد يتقدم، أنه مريض السكر يرتاح نهائي من السكر ويتم الشفاء منه. سلامتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور سعود. دكتور فهد، الآن عندنا سؤال من زميلنا الأستاذ راشد السكران من جريدة الرياض. تفضل أستاذ راشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أرحب بالدكاترة دكتور سعود دكتور فهد والمجموعة اللي موجودة على الهواء الآن، وأشكركم على مثل هذه الندوات التي دائما نستفيد منها ويستفيد منها المجتمع. عندي سؤال على السريع الله يحفظكم لأي من الدكتورين الله يسعدكم، كيف يمكن السيطرة على مستويات السكر في الدم المريض السكري؟ وهل هناك أو هل يستطيع المريض أن يشفى يعني بقدرته بإذن قدرة الله قبل كل شيء، وبامتناعه عن كثير من يعني مثل الأكل أو ممارسة رياضة أو كذا، أنه يستطيع أن يتخلص من مرض السكري تماما أو لا يمكن؟ شكرا جزيلا. ما شاء الله تبارك الله أستاذ راشد، هذا سؤال في ثواني لكن جوابه يحتاج 5 أيام. هذا يحتاج كتاب إلى صحيح الله يسعدكم. 550 صفحة. كيف نحاول يتم السيطرة ناخذ على على الأقل، مستوى نحاول على الأقل نستفيد منكم علشان أبد نخليها أكثر من خبر أبد وأكثر يعني، جزاك الله خصوصا أنه خير. في تقرير عندي عن صحيح. مرض السكري واليوم العالمي للقضاء أبد على السكري. أبد، إحنا الله شرف، بس هذا مجرد فكرة. طبعا الله يسعدك. السيطرة على مستوى السكر في الدم دائما لها ركائز، أهم ركيزة لها هي ثقافة المريض أو ثقافة الشخص والمحيطين فيه عن السكري وكيفية إدارة مرض السكر. رقم 2، دائما نمط صحي غذائي سليم. فإحنا نتكلم عن غذاء سليم، حركة مستمرة، هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة هي أخذ الأدوية حسب ما يصفها الطبيب بالشكل المناسب. الركيزة الخامسة هي مراقبة السكر عن طريق المريض، وكذلك جدولة مواعيد زياراته للفريق الطبي المعالج. ولله الحمد الآن إحنا نقدر نتكلم عن سيطرة بإذن الله بشكل كبير على مستوى السكر الآن، خاصة مع الأدوية الحديثة جداً اللي هي شبيهات الجلوكاجون اللي تعطى بشكل أسبوعي، كذلك مع ما يسمى أدوية تعمل على الكلى بحيث أنها يتخلص الجسم من السكر. هذه من الأدوية اللي تعتبر ثورة في علاج السكري من النوع الثاني. إحنا نتحدث هنا عن المحافظة على مستوى السكري بدون هبوط لمستوى السكر أو بدون هبوط حاد،
كذلك بدون ما يزيد وزنهم، بالعكس ينقص وزنهم، كذلك يحمي بإذن الله القلب والدماغ من التجلطات ويحافظ على وظائف الكلى. فهنا نتحدث عن ثورة كبيرة بعيدا عن الأدوية، خليني أقول لك القديمة اللي كان لها بعض المشاكل، لكن الآن أصبحنا نسيطر. الآن أصبح جزء كبير جدا من مرضاي وكذلك مرضى زملائي، الآن إحنا نتحدث عن معدل سكر تراكمي أقل من 7، بالأقل من 6، بينما هذا الشيء كان حلم بالنسبة لنا قبل 10 سنوات. أعتقد بفضل هذه الإبر الأسبوعية أو كذلك الأدوية اللي تساعد الكلى على التخلص من السكر، أصبحت آمنة جدا، مطلوب استخدامها بكل المنظمات العلمية العالمية. فأعتقد الآن مستوى السيطرة على السكر بالعكس أصبحت بشكل كبير، وبإمكاننا بإذن الله نتحدث عن نسبة سيطرة أفضل من ال10 سنوات الماضية. السؤال الثاني أتركه لزميلي الدكتور فهد إذا حب يضيف فيه. اعتقد نفس السؤال الاستاذ راشد، بس انا اضيف بس ما قصرت الدكتور سعود، فقط انه مرض السكر او مرض السكر مرتبط ارتباط كبير بزياده الوزن، فنسبه كبيره من مرضى السكر النوع الثاني يكون عندهم زياده في الوزن او سمنه. السيطره على الوزن يؤدي بنسبه كبيره الى انخفاض السكر بنسبه كثيره، وحتى ليس فقط السكر، حتى سيطر على الكوليسترول وسيطر على ضغط الدم. فلازم نركز الآن، وإحنا نركز مع مرضانا خصوص موضوع الوزن والسيطرة عليه، لأنه نزول الوزن له تأثيرات كبيرة على السيطرة على السكر، تقليل كمية الأدوية اللي يأخذها المريض، وحتى بعض المرضى حتى بإمكانهم التخلص من الأدوية. لكن حتى في اعتبارنا هذا ليس شفاء مرض السكر، أساس مرض السكر موجود، لكن قد المريض بهذه الخطوات المهمة اللي ذكرها دكتور سعود وأضفت أنا، أنه ممكن يتخلص حتى من أدويته، أدوية السكر. لأنه مهم جدا أن مريض السكر، ممكن تعرفون وعلى الأسف الشديد في السعودية طبعا ما في يمكن عائلة إلا فيها عضو عند السكر من أعضاء العائلة وفرد من أفراد العائلة، فأدويتهم كثيرة، تلقى المريض يأخذ 10 أدوية. تقليل طبعا عدد الأدوية بالسيطرة على مثلا موضوع الوزن مهم جدا، حتى لرفع حتى المزاج مريض السكر. صحيح، مجرد إضافة بسيطة دكتور فهد. أستاذ راشد، بالنسبة للشفاء، الشفاء إحنا عندنا الشفاء من داء السكري النوع الثاني، إحنا له تعريفين: الشفاء الجزئي والشفاء الكامل. الشفاء الجزئي هو وصول المريض إلى مستويات قياسية في مستوى السكر تماثل الشخص الطبيعي، يعني مستوى معدل السكر التراكمي أقل من 5.7 لمدة 6 أشهر بدون استخدام أي أدوية، هذا يعتبر شفاء جزئي. الشفاء الكامل هو لمدة تتجاوز سنة. هذولا بإمكان، إحنا شفناهم الآن في عمليات، في عمليات خلينا نقول السمنة، وجدنا أنه فئة كبيرة منهم بفضل الله يشفون إما شفاء جزئي أو كامل من الداء السكري النوع الثاني. كذلك الآن مع بعض الإبر الأسبوعية كذلك شفنا جزء كبير منهم، بس زي ما تفضل الدكتور فهد أنه هو الجزء الأساسي والمهم دائما يتمحور حول الوزن. فدائما الوزن والسيطرة عليه تعتبر من أهم وسائل السيطرة على السكري. جميل. شكرا. ناخذ كمان السؤال من الأستاذة نجلاء الحربي من صحيفة الوطن. تفضل يا أستاذة نجلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام. عليكم. أول شيء أشكركم صراحة على هذا اللقاء وعلى المعلومات القيمة اللي حصلنا عليها. عندي سؤال، يعني أنا لاحظت كثير إنه هناك في خلط كبير بين عند الكثير من الناس حول موضوع الإبر التخسيس اللي دحين سايرة هبة، إبرة التخسيس اللي اسمها المنقار وغيرها، وبين إبر الأنسولين. يعني أنا أشوف الكثير يقول لك هذه إبر سكر، هي إبر السكر، هي الأنسولين ناخذها لأنها هي خلاص هي نفسها إبر الأنسولين. هل إبر التخسيس هذه تختلف عن إبر الأنسولين لمريض السكر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نبغى نعرف
إحصائيات نبغى إحصائيات حديثة لمرض السكري في السعودية، ونسبة الإصابة أكثر في السيدات ولا في الرجال؟ واسمحوا لي كمان عندي سؤال ثاني يعني يهمني مرة، عند التحليل للسكر التراكمي، هل لابد الشخص أنه لما يقوم بإجراء تحليل السكر التراكمي لابد أنه يكون صائم أو أنه يجريه بأي وقت؟ شكراً. شكرا جزيلا. دكتور فهد، تحب أبدأ ولا تبدأ؟ تفضل. تفضل. طيب، أستاذة نجلة، أبدأ بالسؤال الثالث لأنه أسهل سؤال، فدائما الصعب بخليه لفهد، لكن فهو قياس معدل السكر التراكمي لا يحتاج أن يكون صائم، لأنه دائما هذا يؤخذ على متوسط 4 أشهر سابق، فيعطينا قراءات خلينا نقول على الأقل على الثلاثة، متوسط ال3 أشهر الماضية. هذا ما يحتاج، بلغة بسيطة جدا هو عبارة عن مدى تراكم السكر طيب على الهيموغلوبين أو على كريات الدم الحمراء، فكل ما ارتفع نسبته في الدم السكر راح يترسب عليها، فتجد أن النسبة 4% 5% 6% 7 أو أكثر أو أقل، فما يحتاج يكون صائم، تقدر تسويه عشوائي في أي وقت في اليوم، ما تتأثر أبدا بالأشياء. بالنسبة للسؤال الأول عن إبر المنقارو أو التخسيس واستخدامها بالنسبة طيب عموما هذه اللي احنا نسميها أشباه الجلوكاجون، أو اللي هي جي إل بي 1 ريسبتور أجونست، في موجود منها لعلاج السكري، وهي بدأت في الأساس لعلاج السكري من النوع الثاني، وسبحان الله مع الأبحاث والدراسات وجدوا أنه من أهم فوائدها هي نزول الوزن، فعند استخدامها لمريض السكري محافظة على السكر طيب ونزول السكر وكذلك نزول في الوزن، هذه كانت من أحد خلينا نقول الفوائد الإضافية لهذه شبيهات الجلوكاجون. فيما بعد تم تطوير هذه الأدوية بحيث أنها تستخدم للناس اللي يعانون من سمنة مفرطة، فتم زيادة الجرعة، هو نفس المركب لكنه يستخدم بجرعة أقل لمريض السكري، وعندما نحتاج لاستخدامه للسمنة نستخدمه بجرعة أعلى. على سبيل المثال مثلا الأوزمبيك إحنا نستخدم لمريض السكري إلى 1 مللي جرام، بينما إلى مريض السمنة نحتاج نستخدم إلى 2.4 مللي جرام، والهدف هو نزول الوزن. طبعا لابد من استخدام الأدوية المصرحة حسب الجهات الصحية الرقابية اللي عندنا هي هيئة الغذاء والدواء السعودية، فلا بد من استخدامها بناء على الترخيص. احنا لحد الآن اللي مرخص عندنا فقط دواء واحد اللي هو يعتبر ليراجلوتايد، لكن هذا يستخدم بشكل يومي لعلاج للسمنة، الآخرين لا. تفضل دكتور فهد. إضافة كلامك، في سؤال الأنسولين، هي تختلف تماما على الأنسولين، الأنسولين دواء مختلف، هذا مثل ما تفضل دكتور سعود، هي عبارة عن شبيهات الجلوكاجون، هي عبارة عن بروتينات بيبتايد تفرز من الجهاز الهضمي وهذه شبيهة لها. الأنسولين طبعا هو الهرمون الأساسي اللي تفرز البنكرياس، فمادتين مختلفة تماما. هذا إجابة للسؤال. طيب جميل. كمان في سؤال، ما أدري دكتور فهد أو دكتور سعود من يحب يجاوبه، من الزميل الأستاذ عبد الله الدماس صحيفة الجزيرة. السؤال: ما هي أكثر المخاطر التي تؤثر على جودة حياة مريض السكري؟ نعم. أكثر المخاطر. طيب. إذا حبيت في عجالة ممكن دائما احنا نتحدث، يعني عشان نبسط الأمر فقط، دائما نتحدث في مضاعفات السكري عن نوعين من المضاعفات، إما مضاعفات تصيب الشرايين الكبيرة مثلا شرايين القلب أو شرايين الدماغ أو شرايين القدمين، وهذه لا قدر الله دائما مصحوبة بالوفاة لا قدر الله، بينما هناك الإصابات في الشرايين الصغيرة طيب احنا نسميها مايكرو فيسلز، الشرايين الصغيرة، وهذه زي شرايين العيون أو الشبكية، شرايين الأعصاب، شرايين الكلى،
وهذه عادة يعني مسؤولة عن جودة الحياة. لك أن تتخيل يعني عمره ما في شخص راح يموت طيب نتيجة للعمى، لكن تخيل شخص فاقد للبصر كيف تكون جودة حياته. إحنا ما نتحدث عن شخص أنه ممكن يموت بسبب الكلى، لكن تحدث عن شخص دائما مطلوب منه 3 إلى 4 جلسات أسبوعية للغسيل الكلوي والمضاعفات اللي تصل عنها. تتحدث عن شخص يعاني من آلام في الأعصاب الطرفية والأعصاب الطويلة، طيب هذا ما راح يؤدي للوفاة لكنه راح يؤدي إلى سوء جودة الحياة. ففي المضاعفات نوعين، إما تتعلق بالوفاة لا قدر الله، أو تتعلق بالإعاقة طيب وتقليل جودة الحياة. لذلك كل ما يصيب كل ما يصيب الشرايين الصغيرة دائما يتعلق بجودة الحياة. كيفية المحافظة عليها جودة الحياة، دائما أنا أقول إنه الابتعاد ومنع حدوث المضاعفات هي السر وراء جودة أي حياة لأي مريض سكري. دكتور فهد، صحيح صحيح، إضافة اللي ذكرت طبعا التركيز على أنه مرض السكر هو يعتبر السبب الرئيسي للعمى لأمراض الكلى، وأمراض والسبب الرئيسي لبتر القدمين. لكن تتخيل ومرض مزمن، كل ما بدأ المريض السكر بالعناية بالمرض من بدايته النتائج هتكون على المدى البعيد ممتازة، نقص بنسبة كبيرة وحتى عدم حدوث المضاعفات. ممكن يعيش، نشوف مرضى ما شاء الله عندهم سكر لعشرين سنة متابعينه عايشين حياة طبيعية جدا. الجزء الآخر في مرضى لهم 5 6 10 سنوات عدم اهتمام بالسكر نهائي، عندهم كل المضاعفات اللي ذكرها الدكتور سعود، وليس فقط المضاعفات المزمنة حتى المضاعفات الحادة، هبوط سكر، ارتفاع السكر، كلها تجعل المريض دائما في حالة إرهاق وتعب بشكل يومي. ففي النهاية دائما نقول إن مرض السكر مرض مزمن يجب أن يتعايش مع المريض ولا يكون جزء من حياته ولا يكون عبء عليه. سلامتكم. جميل. سؤال آخر من الزميل الأستاذ محمد حلمي. هناك متنفس في خيال الجميع في حل المشكلات المستعصية، ألا وهي التكنولوجيا أو الذكاء الصناعي، خصوصا بعد ما سمي شرائح آيلون ماسك أو ماسك لعلاج مرضى العجز الرباعي التي سمعنا عنها أخيرا. ألا يوجد أبحاث في هذا الاتجاه نحو محفزات تكنولوجية للبنكرياس مثلا، أو علاج موضعي لعودة جهاز إنتاج الأنسولين في جسم الإنسان؟ تفضل دكتور فهد. طيب هذا السؤال شوية يعني طبعا أنا ما أدري شو يعني في artificial بعض الناس intelligence فعلا هذه شوية معقدة. أي صحيح، طبعا إلى الآن إحنا ما نتكلم عن بشكل دوري محفزات، لكن طبعا التركيز الآن غير التكنولوجيا طبعا اللي تستخدم لتسهيل حياة مريض السكر مثل ما ذكر الدكتور سعود، نتكلم عن أدوية بديلة لخلايا الأنسولين، تصير بديلة لخلايا الأنسولين. أوكي، والآن طبعا مثل ما كنا نتكلم عن زراعة الخلايا، الآن في كلام الآن عن دواء وعبارة عن صراحة بيوروفايد يسمونها منتقاة خلايا الأنسولين، منتقاة يأخذها المريض. هذه طبعا يعتبر تقدم كبير إذا طلعت على السطح وتم استخدامها. هذا اللي الآن اللي طبعا موجود، وأعتقد أنه هذا اللي نتطلع أنه يصير. وربما يكون الذكاء الاصطناعي يستخدم أو يستفاد منه في بالنسبة لمرضى السكري في نوعية معينة الآن أصبحت ربما تستخدم بشكل كبير، اللي هي التنبؤ بانخفاضات الحادة للسكري. نعم سلام. بحيث أنه يتم عن طريق بعض الخوارزميات واللوغاريتمز أنه كيف أنه هذا المريض مهيأ إلى أنه يصير عنده هبوط، فمن قبل حصول الهبوط يتم التعامل على ذلك. هذه واحدة من الأشياء اللي تستخدم في الذكاء الاصطناعي بالنسبة للسكري. أعتقد كذلك
يتحدثوا عن وضع بعض الأدوية زي ما تطرق الدكتور فهد إلى تحت الجلد، بحيث أنه ما نستخدمها مثلا بشكل يومي أو أسبوعي، نضعها وكل سنة ربما نحتاج نغيرها. فهذه من الأشياء اللي لا زال، فأتوقع في القريب خلال 5 سنوات القادمة راح نرى أشياء واختراقات كبيرة جدا في وابتكارات في علاج السكري. طب هذا السؤال موجه لحضرتك دكتور سعود من مجلة الصحة والغذاء، زميلنا الأستاذ عصام حامد. جهودكم طيبة في مجال التوعية الصحية، في مجال التوعية الصحية بمخاطر السكري على أكثر من صعيد. هل بدأت أعداد المصابين بالانخفاض أم نحتاج لتكثيف حملات التوعية والتركيز على الفئات العمرية الأصغر بشكل أكبر؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، وأتمنى لو أقدر أجاوب عليه، لكن إحنا للأسف ما عندنا إحصائيات حديثة نقارنها بالإحصائيات القديمة. لكن اللي كنا نشوفه على الأقل إلى 2016، حسب الدراسات، كان دائما الترند في مستوى أو خلينا نقول في صعود دائما، يعني الموجة دائما في صعود. نتمنى بإذن الله أنه على الأقل نصل إلى مستوى متوازي، ثم من بعد ذلك نسعى إلى انخفاض. أعتقد حسب ما نرى الآن في النمط اللي يعيشه مجتمعنا والمجتمعات المجاورة، أتوقع أنه ما راح يكون فيه انخفاض إلا بمزيد من تكثيف حملات التوعية، وخاصة يعني خليني أقول لك الجيل القادم، الجيل الجديد اللي الآن للأسف كل الأشياء اللي يشوفها حوله هي عبارة عن دعايات تتكلم عن أغذية، تتكلم عن قل حركة، ألعاب إلكترونية، أشياء كلها ما فيها أي مجهود، بالعكس فيها سعرات حرارية أكثر. أعتقد أنه هذول الجيل المستهدف، ورؤية المملكة 2030 تستهدف، تخيل يعني، واحدة من أهم الركائز اللي تعتمد عليها والأشياء اللي دائما تنظر لها، إنه تقليل نسبة السمنة ب1% كل عام. فهذه واحدة من أهداف الكي بي آيز لرؤية 2030. فإحنا نتحدث عن مرض للأسف صعب محاربته، لأنه خليني أقول لك المتعة في الحياة الآن أصبحت هي في الارتخاء والغذاء، فما بالك يعني تحرم شخص من كل الأشياء هذه. ففعلا محاربة السكري ومنعه دائما لابد فيها من حملات قوية، وأعتقد أنه هيئة الغذاء والدواء لما وضعت السعرات الحرارية على الوجبات، على الأقل قالت للناس أنه انتبهوا. فلا، ما أعتقد أنه في انخفاض، مع أنه ما في إحصائيات رسمية، لكن أعتقد هي الفئة العمرية الصغيرة لابد أنها تستهدف في الفترة لانه في القادمة. فعلا في صعوبه كبيره في مكافحه مرض السكري والسمنه، والارتباط بينهم بالمره صعب، والارتباط بالانفتاح في الوجبات السريعه. الشباب تقريبا كلهم يعني بيستهلكوا الوجبات السريعه او الخفيفه، هذه السناكات، وبالتالي هذا يعني بيأثر بشكل كبير على انه انتشار المرض اكثر من انخفاضه، اعتقد. صحيح، والمشكلة كمان أنت تتكلم عن إدمان الأكل، إدمان الأكل في مركز في الدماغ، طيب، مسؤول عن إدمان الطعام. طيب، فإحنا نقول مو ذنب كمان الشخص، لكن تخيل أنت محاط بكل الدعايات، كل الأشياء الجميلة يعني المغرية حتى، أيوه. ورغم ذلك أنت تطلب منه أنه يلتزم. حتى الملتزم وجدوا في أفضل الدراسات العلمية، هذه دراسة يعرفها الدكتور فهد، دراسة أمريكية كانت تسعى لمنع حدوث السكري اللي هي الدايبيتس بريفنشن بروجرام. هذه وضعوا 3000 شخص، طيب، و1000 منهم وضعوهم على مجرد تعليمات، الفئة الثانية 1000 وضعوهم على ميتفورمين أو دواء، الفئة الثالثة وضعوهم على نظام غذائي وكذلك رياضي. وجدوا بعد 3 سنوات انه اللي على نظام غذائي وكذا فعلا منعوا السكري، لكن للاسف 70% منهم تركوا البرنامج، مع انه كان يعطى لهم فلوس، كان يعطى لهم لكل حصه تمرين $100،
ومع ذلك بعد 3 سنوات 70% تركوه. فأنا أقصد النمط الصحي ترى غير، يعني ترى صعب اتباعه، صعب الالتزام فيه. صعب لأنه عليه يعني ضغوط وقيود على الإنسان، فصعب أن يطبقها، فدائما ممنوع مرغوب. صحيح. طب إذا تسمحوا لي دكتور سعود ودكتور فهد، إنه إحنا نختم بسؤال أخير من صحيفة المدينة، زميلنا ماجد صادق بيقول في السؤال: ما مدى تأثير الإصابة بالكوفيد 19 أو الالتهابات الرئوية على مريض السكري؟ نعم تفضل دكتور. طبعا هو اي نعم هو طبعا السؤال بشقين. مريض السكر اذا اصيب بالكوفيد، مضاعفات الكوفيد تكون اخطر بكثير من مريض الشخص اللي غير عنده ما عنده سكر. لان ما قلنا مريض السكر يعتبر قليل المناعه، فهذه خطورتها. عشان كذا احنا دائما ننصح باخذ التطعيمات لمريض السكر لانه معرض اكثر. في برضو كلام ان الكوفيد نفسها بتزيد السكر لما يكون الواحد عنده التهاب الكوفيد، اوكي، فمستوى السكر حيكون مرتفع. هل في سبب مباشر بين كوفيد والسكر؟ هذه لم يثبت انه الكوفيد يسبب سكر، لكن اللي عندهم سكر حيرتفع عندهم السكر بشكل عام. فالنصح انه دائما الاتفاق يحرص على اخذ التطعيمات، يتناقش مع طبيبه في موعدها. وتعرف انت التطعيمات بالذات الكوفيد في كلام كثير عليها، فالناس دائما بياخذون الكلام ليس من المختصين، وبياخذونه طبعا من وسائل التواصل الاجتماعي مع الاسف، ويتفادون حتى اخذ التطعيمات الانفلونزا العاديه مو بعد الكوفيد. جميل. اذا تسمح لي كذلك، فعلا يعني احنا لاحظنا في موجه كورونا او كوفيد 19، فعلا دائما اذا دخلوا مريضين، مريض مصاب بالسكري ومريض بدون سكري، دائما المضاعفات تكون اعلى لدى مريض السكري، كمضاعفات نتيجه الكورونا 19 او كوفيد 19. دائما ربما يحتاجون الى عنايه مركزه، نسبه الوفيات اثناء المستشفى عاليه جدا، كذلك نسبة احتياجهم لجهاز التنفس أكثر، مضاعفات كذلك اللي هي الحمى أو نزول الوزن أو كذا أكثر من الأشخاص العاديين. فدائما كان نسبة الخطورة دائما تزداد بوجود السكري في حالة كوفيد 19. الشيء اللي دائما مهم ودائما ننصح فيه كل مرضانا، التطعيمات الموسمية، هذه تعتبر جزء أساسي في حياة مريض السكري، هي المفروض في حياة كل المرضى، حياة كل الناس، لكن على الأقل مريض السكري ضروري. احنا نتكلم عن الإنفلونزا الموسمية أو نتكلم كذلك عن نيموكوكس. هذه من الأشياء الأساسية، سواء يأخذ كل سنة أو كل 5 سنوات، فلابد من أخذها، ولابد من الالتزام فيها، لأنها بعد الله أثبتت كل الدراسات أنها تمنع انتشار هذه العدوى، وكذلك الإصابة بها، وفي حالة الإصابة فيها حتى الإنفلونزا تكون أخف، لأنه إصابة مريض السكري بالإنفلونزا بدون التطعيم ربما تكون قاتلة لا قدر الله. فلذلك يجب أخذ التطعيمات هذه بشكل دوري. شكرا. شكرا جزيلا دكتور سعود، شكرا دكتور فهد. في الختام، لا يسعني في هذه الأمسية العلمية والتوعوية إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من سعادة الدكتور سعود السفري، استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفيات القوات المسلحة بالهدى والطائف، نائب رئيس الجمعية السعودية للسكري، وسعادة الدكتور فهد سليمان السبعان، مدير مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى قوى الأمن بالرياض. والشكر موصول أيضا للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع جدة، ولشركة فايزر السعودية على تنظيم هذا اللقاء العلمي وهذا اللقاء التوعوي. وأيضا شكر لكم أنتم زملائي وأساتذتي الأفاضل الصحفيين والصحفيات المتواجدين معنا، والذين كانوا متواجدين من البداية، والذين يحملون على عواتقهم نقل هذه المعلومات التوعوية
إلى أفراد المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية التي يمثلونها اليوم. فشكرا جزيلا لكم وتصبحون على خير. الله، شكرا لكم، شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيكم، جزاكم السلام الله عليكم، خير إن شاء أصبح الله على بإذن خير. الله. شكرا شكرا جزيلا جزيلا لكم. لكم، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا، مع شكرا السلامة. جزيلا.